مرحبا بكم جميعا أعزائي في مطبخ دليلة ديزاد. وصفتنا لنهار اليوم اسفنج أو خفاف على طريقة القبائلية منطقة سيدي عيش، خفيف وملبل. ابقاو معايا حتى آخر الفيديو، وما تنساوش حبابي وناسي تخليوا لي لايك والكومنتار وديروا لي البرتاج. هنا حبابي وناسي، اليوم جبت لكم اسفنج او خفاف على طريقة القبائلية منطقة سيدي عيش، خفيف وملبل ولا اروع من يديكم. هنا حبابي وناسي واش عندي؟ عندي هنايا قيس كيلو تاع سميد رقيق تاع لابال، وعندي مغرفة تاع قهوة حليب الملح، وعندي هنايا كاس تاع فارينة تاع سيم، وعندنا الماء باش نجمعو لاباط تاعنا. وهاد لاباط تاعنا حنخلطها ونخليها ليله كامله حتى الغدا من داك، باش ما يجينيش يعني واعر، كي ندلك يعني تجيني ساهل. هنا ندير الملح، ندير الفرينه، هنا نخلطو، ونبدا نزيد الماء تدريجيا. نطموها لاباط تاعنا تجينا متماسكه ماشي طريه. هاي ليك لاباط تاعي، شوفوها ما راهيش تلاصق، راهي متماسكه. ها دات لي يعني دالي الماء. قيس 650 غرام تاع الماء تاع روبيني، وكيلو تاع سميد لابان، وكاس تاع فرينة 130 غرام. هاوليك دوك هنا شمخت الساشي، عصرتو شمختو غير من الداخل هكذا، ونغلق عليه ونخليه ليلة كاملة حتى الغدا من داك ان شاء الله نولي لعندكم. هنا دوكا ندوزو الخفاف تاعنا اللي خليتو ليل كاملة، يعني ليلة كاملة داخل الساشي، غير رونتو وخليتو يعني يجيني ساهل هكا. ما نتوما ديرو دوكا هنا واش عندنا في المقادير. عندي هنايا مغرفة تاع العشاء من هاد النوع، مغرفة تاع العشاء ونص تاع الخميرة تاع الخبز، ومغرفة تاع قهوة حليب تاع السكر حبيبات، وهنايا عندي نص كاس تاع الماء يكون دافئ يعني 100 غرام. نخلطو يعني ما نخليهاش تفاعل، غير نخلطو، وكي نبدا ندير الماء نزيد نديرو في العجينه تاعي. وهنا عندي كاس تاع الماء ثاني دافئ، يعني وجدتو هنايا وزن 200 غرام، ومن بعد نشوف شحال دالي، يعني ماشي بالضبط يزيدلي 200 غرام. كي نبدا نعجن ونشوف القوام اللي حبيته نوريكم. على كل حال هاي دوك نبدا على بركه الله، نبدا نعجن فيه 5 دقائق. شوفوا يجيكم ساهل هاد الخدمه هايله، ما نتوما ديروا هكا في الليل وصباح. انا ما حطيتوش في يعني في الفريجيدير، حطيتو هكا بركي يكون الصيف، ديروا في الفريجيدير لتحت في القجر، يعني لتحت كاع في الفريجيدير في الفريكو. وكي يكون ماشي هكا صيف مع البروديه هاد اليامات، نقدروا نحطوه مع الكوزينه تاعنا برك فوق البلون طرافاي على حسب حراره المطبخ. دوكا نعجنوا 5 دقائق، بعد 5 دقائق نولي لعندكم. هنا بعد ما جازوا 5 دقائق هنا دوك نبدا نزيد في الخميره تاعنا، نروحو غير بشوي بشوي، نديرهاش على الضربه، كل خطره ندير شويه وندير الدبازي هكا باش تدخل هذيك لاباط، هذيك بليتو سمحوا لي باش هذيك تدخل هذيك الخميره يعني في لاباط تاعي هكذا. ملي هكا شويه العجين، انا شغل ستونتيرابي يعني شغل بيترا ما مهما يكون يعجن والله ما كيف كيما ليت.
البيكخ انا فاش نحبو غير في البريوج هكذا، وكل خطره نزيد شويه حتى نكملها كاع. هنا بعد ما دخلنا كاع هذيك الخميره في العجينه، دوك نبدا ثاني في هذاك الكاس تاع الماء يكون دافي. هاليك ندير غير بشويه بشويه ونقول لكم شحال دالية. بسم الله هكا ثاني كما درنا هذيك الخميره نديرو شوي شوي ونبدا ندير هكا البازي باش يتخلي بالخف هذاك الماء في هذيك العجينه. شوفوا بدات مبابل هكذا، هكا حتى نكمل يعني القوام اللي حبيتو نولي لعندكم نقول لكم شحال دالي من الماء. هنايا شوفوا شحال دالي الماء، سبقنا في هذيك الخميره درناها في نص كاس تاع الماء تاع 100 غرام تاع الماء، مغرفه ونص تاع العشاء تاع الخميره تاع الخبز، مغرفه تاع قهوه حليب تاع السكر حبيبات. ودوكا هنا وزنت الكاس تاعي 200 غرام، يعني شحال دالي من الماء، دالي غير 130 غرام، يعني كاس. شوفوا واش بقالي هاني تحت النص شويه. دوكا شوفوا كيفاش جاني، انا خليته دقيقه برك لو طون هاوليك القوام تاعو باش تشوفوا. ها شوفوا كي خليته ليه كامل شحال يجيكم هايل، ما يتقطعش بالخف، هذا هو السر تاع الخفاف تاعي. انا هكا نديرو ما نعيش روحي بزاف. وعندي هنايا حبه بيض كامله، هذا البيض كبيره يعني. دوك نزيد هادي وما نزيدش الماء، نخلطها هكذا مليح ونزيدها في العجينه تاعي. حبه بيض كامله يجيكم منبل وبنين وصفر لداخل. من داك نديرو حتى زوج حبات بيض ولا ثلاثه على حسب السميد، درنا حنايا غير كيلو تاع سميد وكاس تاع فارينه هكذا. وما تقولوش بلي البيض يعني اللي رجعوا من البله، لو كان ما تخدموهش مليح ما يجيكمش هايل. السر تاعو كي تعجنوه وتخليوه هكا كليل كامله، ولا اللي يدير كونتيتي كبيره يعجن بيديه تخي تخي بيان ومن بعد يكمل لا سويت. واش اللي درنا هكا دوكا ندخل هذيك حبه بيض كامله في هذيك العجينه. دقيقة وانتوما ديروا له هكا، مدة دقيقة وانتوما تخبطوا فيه. هنا ندير شوية الزيت في الطبسيط تاعي، أي وعاء اللي حبيتو ديروه انتوما هكا، ونجمع. شوفوا ديجا المبابل راهم بداو، شوفوا هذا ونحطو ونجيب الساشي تاعي ثاني نديرلو شويه الزيت باش كيخمر يجي ساهل، يعني بديك العجينه ما تروحليش في حاجه تكون في لافوبال مثاله غير هكا باش كي نغطي. ولا نتوما درتو فطا يعني راني نحب نوريكم كاع هاد لي ديتاي هكذا ونخليه يخمر. هنا حبابي وناسي بعد ما خمر لي نحلو هاد الساشي، اني وجدت هنا ان ساشي، ندير له هكا شويه الزيت باش كي نقرصهم نلوزهم نحطهم فوق هاد الساشي. انا ما نحيش ديريكت هنا ونطيب، اكو عودتو معايا واللي يدخلوا جدد معنا بالهمش. دوكا تشوفوا معايا كي نديرو هداك الساشي الزيت يعني ما يروحلوش بزاف العجين، هكا ما نرميوش يعني باش نكون في لابوبال. دوك ندير هكا شويه الزيت ونبدا هكذا ديكازي ونحي هكا حبات، نزيد شويه
نديرو شويه الزيت، نستعينو من حبش انا الماء سينو يجراري وترتق لي في الزيت. هكذا نحطهم هكا حبيبات، نحي واش حبيت، ما نعمرش بزاف على خطره، ما نديرهمش كاع هاد العجينه، ندير غير شويه قيس هكاك 9 حبات ونبدا نطيب. غير نكملهم يعني ما نخليهمش يزيدو يخمروا، خلاص خمروا هكذا. هنا بعد ما سخن لي هذاك الزيت نشد الحبه، انا هذا حنديره لكم طويله كما جا المنطقه تاعنا يعني تاع سيدي عيش. شوفوا هنا هكا نديروه طويل، نحيدكم هكا باش تشوفوا لكم بدا نزيد الزيت. نقلبو ونزيد واحد اخرى، نكمش هكا يديا. شوفوا شوفوا كشاو يبان لكم لما مصبعتي وكي نحط ندير هكذا يديا. وعلى النار متوسطة، بعد ما يسخنكم حطوه على النار متوسطة. نبدا ندير الزيت نشوف ثاني هذه المقلبة سينو ثاني تتشوط، ما ننساوش نخدمو غير بزوج. هاد سنتيت هو ناخذ بوا بعد تشوفوه معايا كيفاش خرج لي الداخل فارة. الله يبارك. نزيد لكم حبة باسكو هذا ما تعرفوش طويل، كان يقولوا 44 يعني حاشا عادي يا بنعمة ربي. حنا نديرو نورمالمون كتر من هذا في منطقة تاعنا، وتديه العروسة معاه يديو بالكاجوات بكري، مكاش قاع هاد الكاطوات يديو هذا. نديروه طويل وكنقول لكم شحال كنخلعو، نديرو هكذا طويل هكذا، قيس 3 حبة تاع هادو. نحي هادي ونزيد لكم وحده ونكمل وحده ياك، بس نزلها شويه خفت ندير الاخرى هادي تشوط لي. نو مو زين هذا نتبع. نزيد لكم حبه شوفوا كيفاش راني نجمع يديا ونطلق بالعقل. ندير هكذا نخليها هكا شويه ونبدا ندير في الزيت. نكملهم هكذا احبابي وناسي ونولي لعندكم ان شاء الله في طاوله التقديم. هنا احبابي وناسي هاولي كلسفنج تاعنا ولا الخفاف على الطريقه القبائليه منطقه سيدي عيش، خفيف ومنبل. وهذا الخطره درته لكم طويل، شوفوا كيفاش جاني. حنا نديروه اكثر من هذا الشيء، نديروه هكذا طويل يعني يدير 4 خطرات هذا ولا اكثر. تقولوا شنو هذا يعني؟ هاد الخفاف تاع المنطقه تاعنا يجي شويه يعني لاباط تاعو يجي جاريه، ماشي كيما هذاك اللي ندير مدور. شوفوا كيفاش يجيكم خفيف، تشوفوا هكا خشين بصح. نقسم لكم الحبه باش تشوفوا المصداقيه، شوفوا كيفاه جاني. واش نقول لكم من يديكم يا الفحلات، شوفوا شوفوا الله يبارك شنو نديني الكفاس نكون تاك تدي فا ان شاء الله هكا مايني. هاوليك حبابي وناسي شوفوا كيفاه يجي منبل ومهوي وخفيف من يديكم ولا اروع.
ان شاء الله برك يعجبكم هذا الفيديو، لا عجبكم شجعوني بلايكات والتعليقات وديروا لي البارتاج. نخليكم في امان الله في فيديو واحد اخر ان شاء الله. السلام.